ونتوجه حتى الآن بالنسبة لتحركات الأسواق العالمية، وينضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد معنا. يعني عم نلاحظ اليوم، نبدأ من حيث انتهيت في التحركات بالنسبة لأسعار النفط، برأيك اليوم هذا التراجع الذي ينصب ويركز على مدى المخاوف المتعلقة بالطلب وأيضا البيانات الاقتصادية من الاقتصاد الصيني، برأيك إلى أي مدى سنستمر في هذه التراجعات خلال الفترة المقبلة؟ صحيح سالي، نحن عم نشوف ضغط كثير كبير على اسعار النفط بالاونه الاخيره. اعتقد هذا الضغط تضخم بشكل كبير جدا بعد مجموعه من القراءات التي صدرت من الصين على وجه التحديد، ونتحدث هنا عن الميزان التجاري الذي جاء بكفتيه، الصادرات والواردات فيه كان بتراجع وانكماش، وادى ذلك ايضا الى انكماش في الميزان التجاري بحد ذاته. هذا عم يشكل لي ضغط كبير على الافاق المستقبليه للطلب المستقبلي، وأعتقد هذا الطلب المستقبلي ممكن أن يتأثر بشكل كبير جدا في الفترة القادمة بالطريقة السلبية أو بالقراءة السلبية، لأنه نحن مقبلين إلى انعطاف بالسياسات النقدية. يعني لحتى الآن لم نشهد التحفيز المطلوب للاقتصاد الصيني كما ينبغي، وبالتالي بطء أكثر متوقع في الفترة المستقبلية. يعني لحتى الفترة الحالية يعني يحتاج الاقتصاد إلى stimulus package قوية أو حزمة تحفيزية قوية في الاقتصاد الصيني لم نراها يعني تضخ. طيب رائد، يعني ما نراقبه من بيانات التضخم، برأيك الحركة التي قد نشهدها على بعض الأصول وأبرزها الدولار والذهب لغاية يعني صدور هذه البيانات؟ يعني نحن نتوقع قراءة يوم غد سوف تكون مفصلية بشكل كبير جدا، سواء كان الفيدرال الأمريكي بما يتعلق بالدوت بلوت وتوقعات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، لأنه إذا رأينا قراءة عند 3.3% أو أقل من ذلك، أي أن التضخم لا يحتاج إلى تقليص يعني تقلص أكبر، يعني سيتقلص مع أسعار الفائدة الحالية دون الحاجة إلى رفعات أكثر في أسعار الفائدة. ولكن إذا أظهر التضخم قراءات أعلى من 3.4 أو 3.3، ممكن من شأن ذلك أن يضع ضغط أكبر على الفيدرال الأمريكي، وممكن يكون في عنا رفعة لأسعار الفائدة قد تسبب قلقا كبيرا في أسواق السندات الأمريكية وفي الأسواق الأمريكية بشكل عام، وستضغط بلا شك على مستويات التوظيف وعلى النمو في الاقتصاد الأمريكي، وهذا سوف يحفز لدى المستثمرين الرغبة بالملاذات الآمنة أكثر من غيرها، وذلك سيؤثر سلبا أيضا على أداء الدولار الأمريكي. إجمالا كل هذه النقاط يعني رندا نحن عم نشوفها أنه هي محورية ومفصلية في قراءة يوم غد من للتضخم، وأيضا القراءات الأخرى. يعني عندنا PPI كمان رح يصدر مباشرة سعر المنتجين، وعندنا ريتيل سيلز. نعم رائد، يعني أخيرا باختصار، يعني لو تحدثنا على منطقة اليورو، نحن نترقب أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وبرأيك اليوم التصريحات التي سمعناها من كريستين لاغارد فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، برأيك هل وصلنا للذروة في معدلات الفائدة في منطقة اليورو أم قد نشهد المزيد؟ أنا أعتقد صعب جدا على المركز الأوروبي أن يتجه إلى التشديد أكثر في أسعار الفائدة، لأنه نحن مع التشديد الموجود حاليا ومستويات أسعار الفائدة، التضخم يعني يتجاوب ببطء، ولكن النمو في منطقة اليورو مهدد جدا بأنه يدخل في مرحلة انكماش، ورأيناه في مجموعة من الاقتصادات داخل منطقة اليورو تأثرت فعلا سلبيا ودخلت في ريسيشن فني. بالتالي رفع أكثر في أسعار الفائدة سوف يسبب بلا شك جمود ضغط كبير على الاقتصاد الأوروبي في الفترة القادمة، وقد لا يخدم يعني وصول مستويات التضخم إلى المستهدفات في هذه الحالة، لأنه رح نكون أمام اقتصاد سوف يدخل في مرحلة ريسيشن قد تمتد لعام أو أكثر من ذلك إذا كانت أسعار الفائدة عند أعلى من مستويات 4.5%. نشكرك دائما رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي، شكرا على هذه المداخلة.